السلام عليكم. الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم عن اول كونسبت اللي هو الفاندامنتالز. خدنا انترودكشن عن البيزنس اناليسز، اتكلمنا عن البيزنس اناليست ودوره، اتكلمنا عن الستيك هولدرز وهم مين وبقدر احددهم ازاي. المفروض ان الستيك هولدرز دول بيتعمل لهم اناليسز، بيسموها ستيك هولدرز اناليسز. علشان كده انا عدلت توبك هنا وقلت ان احنا نقدر نعمل انالايزنج للستيك هولدرز، يا اما بالريكي ماتريكس يا اما بالجريد اللي هي باور انترست جريد. فحطيت توبك هنا اوضح شويه اللي هو الستيك هولدرز اناليسز، ولما يجي دوره هنبدا نشرح ازاي بنعمل كل حاجه من الحاجتين دول. بعد كده اتكلمنا عن الفرق بين البيزنس اناليست والسيستم اناليست، وايه المصطلح الاعم والاشمل، وكل واحد الرول بتاعه ايه. وقلنا ان هما بيبقى ليهم سيميلر سكيلز، بوث هاف سيميلر سكيلز، بس الفوكس بتاعهم بيختلف. المفروض بقى اننا دلوقتي هنتكلم عن الاس دي ال سي، وده اخر توبيك في الفاندامنتلز. المفروض بعد ما نخلصه يكون بقى عندنا باك جراوند كويسه جدا نقدر نخوض في مجال الاناليسز، تمام؟ فخلونا بقى نتكلم دلوقتي عن الاس دي ال سي بشكل سريع. يعني ايه اس دي ال سي؟ خلونا نفتكر كده في اول فيديو خالص لما عرفنا البيزنس اناليسز، قلنا ان البيزنس اناليسز ده هو وسيلة بيخليني اعمل ايه؟ اديفاين النيدز بتاعتي، اعرف احتياجاتي ايه عشان ابني السيستم، تمام؟ بناء على الديفينيشن ده هريكومند السولوشنز بتاعتي. يعني انا عندي مشكلة، حددت احتياجاتي 1 2 3، بناء عليه بقدر اريكومند سولوشنز، والله احنا هنا عشان نسد الاحتياجات دي هنعمل كذا، تمام؟ فبالتالي لما اديفاين النيدز واريكومند سولوشن انا كده عملت ايه؟ ديليفرنج فاليو. انا وصلت لنتيجة، وصلت الفاليو في الاخر، تمام؟ الكي رول بتاع البيزنس اناليسز لو نفتكر قلنا التشينج، يعني ايه؟ يعني انا كل ده بعمله علشان اعمل تشينج. ما هو اي مؤسسة، اي اورجانيزيشن، اي حاجة في الدنيا عايزة تعدل على السيستم بتاعها، بتبدأ تبني سيستمز جديدة او بتبدأ تعمل موديفيكيشن على السيستم اللي موجود. يعني الفكرة بالنسبة لي كلها ان انا بانيبل التشينج علشان اديليفر فاليو. فخلينا فاكرين كويس ان البيزنس اناليسز الكي رول بتاعه delivering change، اللي change التغيير، تمام؟ ال SDLC هي ايه؟ ال process in which the change takes place، هي العمليات اللي بيحصل عندها التغيير. يعني ال business analysis enabling change، ال SDLC هي العمليات اللي بيحصل عندها ال change ده، تمام؟ طيب اختصار ال SDLC ليها اختصارين اتنين، يا اما software development life cycle يا اما system development life cycle، واحد منهم اعم واشمل من التاني. طيب ال software development life cycle، software is a process used to plan, create, test and deploy an information system. انا عندي اي سيستم ببنيه، اي انفورميشن سيستم ببنيه، بمشي بمجموعه بروسيس، بمشي على مجموعه عمليات في شكل خطوات، كل بروسيس بتسلم الثانيه، كل بروسيس بتسلم الثانيه، تمام؟ اتس اول اباوت كرييتنج سوفت وير ذات ويل هيلب انيبل ذات تشينج ذات ويل هيلب تو ديليفر ذات فاليو. اللي هي ايه الفكره من السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل دي؟ هي كل العمليات اللي بتساعدني اني ابني سوفت وير، كل العمليات اللي بتساعدني اني ابني سوفت وير. طب اصلا انا ببني سوفت وير ليه؟ علشان اهلب في انيبلنج تشينج، اساعد في ان انا اطبق التغيير ده. ما هو انا دلوقتي عندي مشكله عايزه احلها، فعايزه ابني لها سيستم جديد، سوفت وير جديد، تمام؟ يبقى السوفت وير ده هي التول اللي هتخليني
اطبق التشينج تمام، وفي الاخر انا هوصل ل delivering value. ما انا لما enable التشينج هديليفر value تمام. يبقى فكرة software development life cycle هي كل العمليات اللي بمر بيها علشان تساعدني اني ابني software جديد بيطبق التغيير ده علشان ادليفر value في الاخر. طيب تاني اختصار لل SDLC ممكن يكون system development life cycle. System Development Lifecycle وهو صورة أعم شوية عن Software. Software Development Lifecycle يعني. تمام؟ لو خدنا هنا بالنا هيقولك not only the software but also how are we going to deliver that to our people. مش بس بيتوقف على بناء السوفتوير. لأ. ده كمان بيحدد لي أو بيعرفني إزاي هقدر أوصل اللي أنا وصلت له ده للناس. يعني أنا دلوقتي ببني السوفتوير. تمام؟ بعد ما ببني السوفتوير أنا هدفي من بنائه إن أنا أوصل value. هي فكرة السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل إزاي أبني السوفتوير وإزاي أدليفر الفاليو بتاعتي للناس. تمام؟ Who is it all affecting and making sure that where they have necessary training and architecture in place to handle. طبعا العملية بتاعت ان انا ابني السوفتوير دي سهلة، مجموعة بروسس بمر بيها علشان ادليفر الفاليو بتاعتي للناس. المفروض ان انا بيبقى عندي عملية تريننج، بيبقى عندي اركتكتشر، عمليات اركتكتشر بتحصل علشان اقدر هندل عملية الديليفرنج فاليو. يعني هنا مثلا ده ممكن يوضح لي اكتر. خلينا نقول هنا ان السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل هو عبارة عن البروسيس اللي بمر بيها علشان ابني السوفتوير، اللي هي هو مكتوب هنا requirement design software solution development testing deployment maintain software solution. خليني بقى اسهلها شوية. السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل هي شوية بروسيس اللي هما اول حاجة requirements planning analysis design solution develop solution test solution الديبلويمنت والمينتيننس. الريكويرمنت بعرف الريكويرمنتس بتاعتي ايه ايا كانت الطريقه اللي بجمع بيها الريكويرمنتس بتاعتي. تمام. البلاننج ببدا اعمل بلاننج للريكويرمنتس اللي انا جمعتها، وبعدين انالايزنج. تمام. وبعد كده ببدا اديزاين سوليوشن، وبمجرد ما اعمل له ديزاين ابدا اديفلوب السوليوشن ده وتسته واعمل عمليه ديبلويمنت. يعني ايه؟ انشر السوليوشن بتاعي، ديبلوي سوليوشن انشره في وسط الانفايرومنت اللي انا شغاله فيه. وبعد كده عمليه المينتيننس اللي هي لو عمليه صيانه مثلا هتتم على كومبوننت معينه من السوفت وير بتاعي. تمام. فالسوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل هي مجموعه البروسيس اللي بمر بيها علشان اعمل سوفت وير. طيب السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل هي اعم واشمل شويه. بتشمل ايه؟ البيبل، الناس اللي موجودين عندي اللي هم هدفهم ان هم يوصلوا للفاليو. تمام. البروسيس بتاعه بناء السوفت وير، الفيزيكال اركتكتشر، التريننج، اورجانيزيشنال اناونسمنت، كل حاجه هتخص كل حاجه هتخص السيستم بره البروسيس. تمام. يعني البروسيس يعتبر جزء من السيستم. طيب الاس دي ال سي دي اصلا ايه بال 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 بالبلدي كده بصرف النظر عن الكلام العلمي ده؟ الاس دي ال سي هي اللايف سايكل بتاعتي جوه الشركه اللي انا شغاله فيها كشركه بناء سوفت وير. تمام. اللايف سايكل بتاع الشركه بتاعي ماشي ازاي. يعني لو انا عندي مثلا انا شركه ببني سوفت وير وعندي سيستم عايز يتنفذ او عندي سوفت وير عايز يتنفذ. تمام. في لايف سايكل بتعرفني ازاي ابني السوفت وير ده. تمام. في لايف سايكل بتعرفني ازاي ابني السوفت وير ده. ايه اللايف سايكل دي؟ اللي هي السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. دي مجموعه عمليات بمر بيها بتساعدني ان انا ابيلد سوفت وير. تمام. طيب علشان ادليفر الفاليو للناس، علشان اوصل السوفت وير ده للناس، ليه لايف سايكل معينه اسمها سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. بتشمل الناس اللي هيوصل لهم الفاليو بتاعتي، البروسيس اللي انا مريت بيها عشان ابني السوفت وير، واي حاجه موجوده تاني لو مريت بتريننج او في فيزيكال اركتكتشر او الاورجانيزيشنال اناونسمنت. اي حاجه من ضمن ايه؟ من ضمن ال
اي حاجه من ضمن الحاجات اللي موجوده جوه الشركه بتاعتي. تمام، يبقى السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل مصطلح اعم واشمل، يشمل البروسيس اللي بمر بيها عشان ابني سوفت وير. تمام. طيب طبعا الاس دي ال سي دي ليها ميثودولوجيست. يعني ايه؟ يعني مثلا يعني هي اللي انا فهمته، مش اللي انا فهمته يعني انا هتكلم لو انا انت يعني لو انا قاعد شخص بسمع الكلام ده، يبقى اللي انا فهمته من الاس دي ال سي ده هي نقول اورجانيزيشن تول مثلا، تول او حاجه انا بس او او لا او او حاجه انا بستخدمها علشان ارتب الاورجانيزيشن بتاعتي، الشركه بتاعتي تبقى ماشيه اورجانيزد. تمام، في ميثودولوجيز الشركه بتمشي عليها علشان تقدر تنفذ المشاريع بتاعتها، العمليه مش بتمشي عشوائيه، لا في مشاريع كبيره بتيجي للشركه. تمام، بنضطر ان احنا نعمل لها تنظيم بشكل اوسع واكبر، وفي مشاريع صغيره وفي مشاريع اوريدي مبنيه وعايزين نعدل عليها بس نعمل مينتيننس عليها. تمام، طبعا في ميثودولوجيز انا بمشي عليها على حسب امكانيه الشركه، الامكانيات الشركه اللي انا فيها، وعلى حسب حجم البروجكت اللي انا بشتغل فيه، وعلى حسب البادجت اللي متقدمه، وعلى حسب معايير كتير. تمام، الميثودولوجيز بتاعه الاس دي ال سي: الووتر فول موديل، سبايرال موديل، انكريمنتال موديل، بروتوتايبنج، والاجايل. تمام، دي كلها موديلز تبع الاس دي ال سي، كلها موديلز بستخدمها علشان اعمل اورجانيزنج للاورجانيزيشن بتاعتي. تمام، طيب اكترهم استخداما الووتر فول موديل والاجايل موديل، وفي ناس بتستخدم الانكريمنتال، بس غالبا الشركه اللي حجم مشاريعها صغير او متوسط بتستخدم الووتر فول موديل. تمام، الشركه اللي بيبقى فيها كم مشاريع كبير وحجم المشروع كبير والبادجت بتاعته عاليه وفي كميه موظفين يستوعبوا ده بيستخدموا الموديل بتاع الاجايل. والاجايل ده ممكن السكرام وممكن الراد وممكن في موديلز كتير تندرج تحت الاجايل، بس اشهرهم السكرام موديل. تمام، يجي يقول لك ده الشركه دي شغاله سكرام، يعني ايه؟ متبعه سكرام موديل اورجانيزيشن. تمام، فالفكره هنا ان انا لازم اعرف ان الاس دي ال سي دي هي زي ما نقول هنعتبر ان هي اداه بتنظم الشغل داخل الشركه، بتنظم المشاريع، بتنظم كل حاجه. تمام، الاس دي ال سي دي ليها ميثودولوجيز كتير، اشهرهم الووتر فول وتعتبر اقدمهم واحدثهم واشهرهم برضو الاجايل ميثود، بيستخدموا فيها سكرام موديل، ده اشهر حاجة بيستخدموه. ممكن في الفيديوهات الجاية نبدأ نشرح المودلز دي، او على الاقل نشرح اشهرهم اللي هو الووترفول والاجايل ان شاء الله. تمام، طيب بكده يكون خلصنا اول توبك بتاع الفاندامنتالز. التوبيك ده يعتبر اهم توبيك في كل اللي جاي، لان انت مش هتعرف تكون بيزنس اناليست غير لما تفهم انت مين وبتعمل ايه ودورك ايه وبتتعامل مع مين. فاعتقد ان التوبيك ده فهمنا كويس قوي انا مين كاناليست، بعمل ايه في الشركة، بتعامل مع مين، هنظم شركتي ازاي، انا كبزنس اناليست دوري اورجانيزيشن، دوري ان انا انظم الدنيا رايحه فين وجايه منين بخصوص المشاريع اللي موجوده في الشركه. فعرفت ايه هي اللايف سايكل اللي المفروض ان انا اكون فيها او المفروض اطبقها لو ما لقيتهاش موجوده. المفروض ان انا كل اللي جاي بعد كده هنبدا نشتغل شغل عملي. يعني ايه؟ يعني المفروض دلوقتي ان احنا نعمل فيديو قبل ما نبدأ في البروجكت انيشيشن دي، نعمل فيديو، الفيديو ده يأهلني ازاي ادخل المكتب بتاع قسم الاناليسز واكون قاعد وسطيهم. تمام، الفيديو المفروض اللي هو بعد ما نخلص يعني الطبق الاولاني ده الاس دي ال سي والميثودولوجيز بتاعتها لو شرحناها في فيديوهات جاية، المفروض بعد ما اخلص ده ابدأ اعرف انا هدخل كاناليست جوه التيم بتاعي ازاي وهبدا اشتغل ازاي. تمام، في الحاله دي علشان اطبق كل ده انا بفضل ان احنا ناخد مثال عملي على ارض الواقع ونبدا نطبق عليه كل توبك من دول.
تمام. فان شاء الله بعد التوبيك الاولاني ده ما يكون خلص تماما، هنبدأ نحضر لمشروع عملي بالفعل نطبق عليه كل توبيك من التوبيكس دي ونشوف بيتقدم ازاي. تمام. يعني بعد ما خلصنا التوبيك الاولاني ده، يعني اتمنى ان انتوا تدوني ريفيو، تعرفوني مثلا في مشكلة في حاجة، قلت حاجة غلط، نسيت اقول حاجة، الاراء بتاعتكم في كومنت تحت ممكن تحطوا فيها الكلام ده، وممكن تبعتولي برضو مفيش مشكلة.